الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. خدای تعالی د قران سورت واقع عدد آیت 16 دا حتا بکې آیت 26 دا وها بحث اهل جنت انسان گو خدای تعالی واتخی جنت دا و اصحاب مثلا مقربون او گو لدنیای دریا خدای دنا و جزارو کیا خو حتا گو مرنا وی قاسیب دریا خدای چونا خدای بیا علی سرور مودونه او د جنت دا لسر هنك صندلي يعني قنابنا موضونة جو أوجي دهب ده هاتنا حيكرن هاتنا شيكرن يعني جدران جياقوت جمرجان وج أوزير متكئين عليها حالا خدنا سرناكي أوكي وان وكي ترى وانا بني وان هبرات كن هبدا ضرباش كن يا حيكرن جو دهب وان مش هبدا ضرباش كن دهب دو ضرباش بكن تديد بيدرع مثلا تشاوا واقن جي وانا كيد هفدو درباس كن حرقي وان او جي عيولو مثلا يعني او درر وياقوت وازي بجم مرجان وزيري قولو تسقيات خنيدا ولو دهب درباس كن متكئين عليها متقابلين وبالا خدنا سروانا كي سروان صندليق وسرواد رونين واخو اختو واقنا فا ومتقابلين والقارشي هفن هفدود بينن يعني بشتبال هفدونا ميزينن بلكي القارشي هفدونا هفدود بينن شنكو انسان كي قمرف جي حسكي وقتي تي قارشي كي دها بتر كفاية كي يطوفوا علي الرقم 185 يطوفوا عليهم خزمت كل الزوارة ولدان مخلدون يعني هنك زاروكي ودائما حتى أو زاروك ولو زاروك دمينن وخزمتا واندكن بأكواب وأباريقا قو بهنك كوب يعني هنك فراغي قو قنجب وابنينن قو تنقالي واتننا وأباريقا وهنك مسيني قولوا أوكي وانا هنا يعني جيقو أفطير وري وكأس من معين وكقدحي مثلا عراقة جنتي مسددنا واناكي أف عراقة هاجي لا يصدعون عنها يعني سريوا خراناكي سريوا في نائشي ولا ينزفون وبيسر خشي نابن وفاكهة وخذ تعالى في كيد ديواناكي مما يتخيرون أن إيه بخير أن إيه باش ديواناتي ما يا بي ان يا مثلا ان يا بخير ان يا افضل لا 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 ما يتخيرون اهل الجنة ايش كل التخير ديك انت تشميش كنا جي اختياري اه يعني يتخيل بل ايش تشميش كي ان اي قنج ان بخير وان افضل سيدا دوما ما يتخيل خيره دو في آيات معنى كرم يعني معنى كرم وايد سمعنا تكاري بلي بلي شكينو شنو بدنا موضوعنا بلي جبوكم قهابنا موضوعنا تمام جولم معنى كرم تمام بلش يعني ولحم طير وقوشت طيراجي ودخازن اشتهاوا دخازي كيفاوان دخازن وحور عين وخذ تعالى حور العين ديوا او حوريه ورش جعبي ورشا ورشكاوا فرها كأمثال اللؤلؤ المكنون وكو مثالا وي لؤلؤي قد برقين سبيتك جزاء بما كانوا يعملون أباها مكافاتك جبوبي عملي قد دنيا يكرنا إيمانا قوانينا عملي صالحي قد كرنا خذي تعالى بان نعمتا تبادي واناكي
لا يسمعون فيها نابه زند جنته دا لغوان تشتي بوش تشتي بطال ولا تأثيما وتشتي قنهبن إلا قيلا سلاما سلاما إلا جبرت بيجان سلامتي سرتبي سلامتي سرتبي. إذا إمام زمر شريف خدا تعالى جي راضي بي لتفسير كشافي تفسير آيات هذا وهذا بيجي بموضونة يعني مرمولة بالذهب أو أقوله مثلا شزقية زير يعني خطي زير شيء آبت ندا يعني متشبكة بالدري قول لف هاتيا درباس كرن بالدري والياقوتي وبياقوتي قد دخل بعضها في بعض وأرو ياقوت در زير كتن لابها بهذا الرأس هنا كما تودن حلق الدرع بشاوى خلقي زرع مثلا أو حلق خلقي بناكي ذهب دو درباستكن وما ولوتي وبل قال الأعشاء أعشاء شعر جبوتيا ومن نسج داودا موضونا جحيكرنا جحيكرنا ده حزتي داود وما سولو أو كي خد هفدو درباس كربون وقيل وقيلك جبوتيا نا ولا نبوي درباس كربون سرقي حزتي تساق مع الحي عيرا فعيرا بلي بشياوية تماما يعني. ومن نسج داود موضونا تساق مع الحي عيرا فعيرا يعني تساق وكرن مع الحي دقال مزنيقة بلي دقال وانا عيرا بمزناتي وفعيرا يعني وان مرام كريم دقيقة يعني عدلنا مرام كريم بلا سيما ما ويسي فيجا بس عدلنا سيدا كريم كريم موضوع سيدا ومن نسج داود موضونا نسج تغنى حزت داود يعني كو تغنى شكلية إيجابية زرخاية زرخي معلوم أو يجي أو كيوان هذا ترباس كرية ومن نسج دا موضونا ومن نسج داود جنس نسج داود تساقها سوكرني مع الحي تقال القبيلة عيلا فعيلا يعني مزن بمزنرة سوف تكون جذور هذه في حربية تكون في شوار نعم بل إيش لا كريم كريم وقيل متواصلة قيل قوتي أنا ولا أواجه بحبة تكون ندهب درباس يعني أدنى بعضهم من بعض قهن جوا دهن برهن كادر ندخل برهب ده متكئين حال من الضمير في علا أم التكينة حالة الضميرات على إذا أو شيء هو العامل فيها يقول على إذا عمل كريا يعني حالة دوي ضميرة بيها وشيء يجي أي استقروا عليها متكئين وزرو نشتنا قرار دانا ثابت بنا لسروان وبالا خداني قالوا كونيوان متقابلين أنا منام كريم يعني متكئين حالة ضميرة كود على إذا أصلا جار ومجرور دوان ضمير تنه ضمير ده فعلي ده هي اجت دي مدغو ضميره فعلي تد كما جار ومجرور كده جار ومجرور او فعل استقر شو سر ظروف وترتيب سيدا اينس دري ده جبوك عامل لرا معنى عاملي ضمير عاملي حتى عمل عاملي درجه ظرفيه جار ومجرور اينس أي استقروا عليها متكئين متقابلين يعني لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض يعني القرشي هفدونا دبش سري هفدا الهفدونا مزينا يعني القرشي هفدونا هفدونا كما استي أبنانا يعني شاوا وصفوا بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق والآداب هاتنا وصف دان وبعش حياتك خشك وتهذيب الأخلاق والآداب بأخلاقك كامل وبأدبك تام يعني قبل الحياة المعاشرة سيدا يعني الاشتياد نابينا إنسان هذا نابينا هدودا الاشتياد مفتوبة قشن كشكي غيداني ويا تنازة ويا خد تشكي بي هدو خبر بدن تشكي سالجة ممتنة مخلدونا يعني مبقون أبدا على شكل الولداني قد منن دائما لسر شكل زاروكي يعني وحد الوصافة لا يتحولون عنه يعني حد في وصفانها وزاروك وخصمتي دكن جوي درباس نابن تدي مثلا زاروك للدنياي مثلا زاروك هنو مظن دبي دبي زلام لوي دريش زاروكي ناكبي وش خصمتي جي ناكبي عفوا سيدا ملاب كريم على شكل الولداني
وعلى حد الوصافة أو عطلة سوي ذا بقى لا يتعود تمام يعني حد الوصافة إذا شو معنى كده يعني مبقونا أبدا ومسألة دائما دمينين على شكل الولدان يسا شكل زاروكية دمينين تمام يعني زاروكية دا قيش نابد تمام ملي وحد الوصافة لا يتحولون عنه وحد وخزمتي جي خزمتي جي نايل ندر بعض يعني خزمتا واجي دوامتك ازونا ابني تو ايري معناتك يا مبقونه يعني ابدا بني مبقونه ابدا زاروك جزاروكي دائمين جزاروكي شكله ونوا وخدمت كارن يعني جوي خدمتا خوجي ناينه او كرن لا لا مسلسه مسلسه شفت شيء مبقونه ابدا الخادم عفوا من كان او جاريته اهلو وصف الغلام إذا بلغ حد الخدمة فهو وظيفة بين الوصفة يعني دي ما يخدمت لحد الخدمة كي كده خدمة طبي دوامتك دائمية وحد الوصفة أظلم يعني جسنري خدمة مثلا إنسان كي اختيار ببا كان دي حد دي سنري خدمة ده نو يعني أب سنري خدمة حد خدمة يعني شكلي ولدانه وحد حد وصفته أبنا هذه هي كلام مبقونة أبدا على شكل ولداني ومبقونة أبدا على 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 حد الوصفة يعني على اللي صار السنة اللي خدمتنا يعني د د يعني جينج دمينها إجا أبيا لا يتحولون عنه جينج لنا الشيء ده يعني سبينا زاروك حد كارش الحصالي كمتر كارش بكل جوي خدمت يعني كاب نافض يشمش جوي حد درباس نابن يعني ها يعني دائم دوي حد دانة بلي زلمة كلام بس ما جاي يقول معناك بلي ومفرطونا يعني جوه واجي قل كرينا مقرطونا شدا قرطونا جوه واجي قل كرينا والخلدة القرط يعني قرط أكننا شدا والخلدة القرط قرط جوار 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 يعني مثلا جوه واقل كرينا جوار جوار جوه بلي وقيل قيلك بوتيهم أولاد أهل الدنيا وتي أف خزمتي أهل الجنة أبي بودكنجي أو زاروك أهل الدنيا بلي أو كينا ولم تكن لهم حسنات أو زاروك الدنيا يقولين جوار خير فيسابوا عليها والسروانا مكافاتي بسطين ولا سيئات كيف الشيخ ودوا جوقا ونبا ولا سيئات ونين قنه واجي فيعاقب عليها كل سر قنه خورنا جزاكرا إذا أو زارك أهل دنيانا أبي أقول في شكلنا أساس تفضل سيد شديجي أنا وان سبيك وسبيتي دمرن وزلك لحقي حقيقة واننا بدن جبو أي باب أخرى من في عطلين أفلام بيضان سريعه ويجي نكتب الدين شريعة تجبع السكن يعني من انا او كتبينهم زبير روي عن علي رضي الله عنه وعن الحسن حزتي علي وحسن البصري قلتنا رازمنا خدا الوابي وفي الحديث ده حديث ده قلتيا اولاد الكفار خدام اهل الجنه زاروكي كافر اجي خدمتكار اهل جنتنا او جفي قسمتنا يعني زاروكي كافر وقتي قو مثلا دون البلوغ بمرن او ناكي جي خدي تعالى واتابيج جنتي ودبنا خدمتكار أهل الجنة الأكواب آوان بلا عرى وخراطيمة يعني أو كوبة يعني أو فراغي قو بس تشنقلي وان تنيا نقل كلينا والأباريق أباريق كيجان البجا زوات الخراطيم إيقو قل كاويناك هيا وتشنقلي وهيا لا يصدعون عنها أي بسببها سبب خارنا في عراقي مسألة سري ونايش بشي وناشي وحقيقته حقته أبا لأن لا يصدر صداعهم عنها يعني ميجي وان جبر الحسز نابي لا يصدر صداعهم زيدا لا يصدر صداعهم عنها يعني سري إيش وان جبيا بيدر نابي يعني جبو وينا سري ونايشي عراق ايش بيدر عراق بيدر ايش بيدر نو ايش يعني تدي مثلا انسان يقول عراق يدخل في دنياي مثلا جيش دبن سري وان تيشي تمام بلي او لا يفرقون عنها وجيجي ناقة اي المشنال
وقرأ مجاهد يعني دمكي تقابخون هجوارا زوخة يعني أو بنين تقابخون هجوارا أو نبي نسر يواتيشي نبي قيش دبا بلي وقرأ مجاهد تقابخون في الدنيا يشبك مرتش يوانا دي خانت بلا مرتا نت أمورا مرتا شيخ في الدنيا يشبك بنا مرتا بخا بدي بيزي مرجي هركا شابا مرمزان يعني ماني اذا خدي تعالى نتي قسمتي ما كيف اني ما تجيب دي موت حاضره وتبي امين امين يا ربي تبارك وقال مجاهد لا يصدعنا بس هردو بشدي خندنا يعني هم دال خندي وهم صادق بشدي خندي بمعنى لا يتصدعنا قول مثلا زيد معناه هناك هذا يعني لا يتفرقون يعني قول مثلا يعني جوي عراقي شدايلها اي قطاد يعني اوان مربي كقول مبتبن بحبرة دخول يعني جي جاب ناقد بلي قول ما تصدع معنا دوامي قول تصدع معنا تفرق تي قول بري مثلا آياتي دليل تاني كقوله وقوتنا خدا سورة الروم آياتا تشلوش سيادة يومئذ يصدعون ويرو جي مثلا دبنا غروب غروب إذا تفضل بلا يتصدعون يعني أجهدونا نقطا أو عراق ويصدعون نكو عراق جمناقتا أو مريك عراق بالنتي سر عراق جمناقتا أو إنسانيك بهفرت بخون غروبا وان ويصدعون بيجي بشكل جي مساهاتي خندن أي لا يصدع بعضهم بعضا يعني هنا جواج هنا ناقة إرمش ناقة لا يفرقونهم يعني تفريق ناقة بين أبوادا تدي إيبيغا وقت يصير خش من بهبت كفن وبهبت كفن جهبت قتل إذا بعلاقة مثلا جنتي يعني وقت يدفخون جب ناقة دوامتكن أبوا يتخيرون يعني يأخذون خيره قنجي وفيكي شخورة سجمشتكن وأفضله أن إيباش يعني أو فيك يشكر ودا يقعد بدان باش يشكر أو يشكر تشمش أن إيه بخير دكرين وأن إيه أفضل دكرين يعني يشتهون يعني يتمنون بل بخوازن اشتهاء وانت دلي وانت وقري بل ولحم الطيرين فيش كل جهة تيخون دل تدي ولحم طير ولحم طير طيب الأجنة إضافة ولحم طير مما اشتهونه عيني بيقى شيء عيني بيقى لماك النسخة كل سنة شيء كريا أزولام ولسان النسخة ما شيء نكريا أو قراءة كده نبيا لماك يا بي بنادك يا ما دا عشوان تبيقى أولو بي ولحوم طير سيدا ولحوم طير أخشى تمام أوصى أخشى تمام تمام وإذا دي وقري أو لحم طيرين قالوا جي هاتي خندق وقراءة مو تمام قري وحور عين بالرفع يعني هردو برفعي هاتنا خندق هنجي على لسر معنا يعني وفيها حور عين يعني أو شيء خبر يتشعس فيها كفيها حيا لجنة حور عين كبيت الكتاب وكو بيتا قد كتابات بويهدها فيها ومسد شعرها ويدا قوتيا بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكدا جمرهن هباء ومشجج أما سواه قزاله فبدأ وغيب ساره المعزاء من ببادت شو هلاكي يعني بحثا محبوبة قدكي توصل قدكي ومملكتي بخاني ويلتي ببادة شو هلاكي وغير تبيشبو آيبهن أو إشارة خاني ويناكي مع البلا دقلقوا مثلا تشيكري بوجي خرابو إلا رواكدا إلا أو كبري خاني ويناكي جبرهن آية علامات وان خاني محبوبتنا وانا خراكي مع البلا دقلقوا رزاندني يعني كتبر جانا بنا خولي واطنا خولي إلا رواكد جمرهن بلا سيدا بجا بلا سيدا بجا ما نعم كيم بسا إيه بيجا سيدا إلا رواكد جمرهن إلا وان ساكني كل سري آقر بكن في صوتكي آقر أو سي رواكد كبر أو ملي وانا مانا جمرهن هبال ومشجج
ومشجج أما سواء قذاله ومشجج أما سواء قذاله مشجج أريد بصفة جارية على غير منية له أي هناك مشجج يعني اللي هناك مشجج يعني جلي خستن أو كان سيدا أبي كل سري واندخن يعني كون أنا يا سري كو بدي كوني ما تزيد بيجن كيما سينج سينج سينجي كونا سري سينجي كونا ومشجج ومشجج أما سواء قذالي قول تقول تشكينن يعني هو سري تشكينن أوان أما أوان أذكو سواء قذالي يعني كو ميوي كوينكي كل يدخل سري مسابقة السوكاك طن أوكا ترى يا السوكا إجا أوكي ويتشي دبن تدا دبهور هو دبن أوان هوري بيبا تسالقن يعني أوانا وكي بورانا أو هي وقع بدون المكيا قزالي فبدا وغيب ساره فبدا وغير ساوه وغيب أو يا ظهر وغير ساوه وغير سينا وغيب يا سيدو وغيب ملي وغيب بلي صاره المعزار ساوه ساره المعزار هندا كريه يعني قارش الصاوى والتراب يبيع خليا يبيع المطراء يعني أو عبدك خلي وكذا ترتبي أبونا يعني دمك قلت صاد جت شو سما يج محبوبات ما أب ما يبغى شو تسمع ما عزت بعرضة حشك جعردي يعني عرضة وكبرت ده بلى تمام كريم بلى ومشجج أبال سربنا ناكي آنية ومثلا باب رفعي هاتي قندل يعني. أو للعطف على ولدانن ياجي وحور عطف أكثر ولدانن بيا جبولو برفعي هاتي قندل يعني يطوف يعني عليهم ولدان ولدانن يطوف حور عين ولا بيا نغوش يعني وبالجري طوافك النغوش يعني قاو كما هو الطواف أقول لهم طواف دماء يعني خزمة وان خزمة وان شنتين هم او زارو خزمة شيوانا هم حورو عين جوارنا يعني جوارا حورو عين نك يطوف عليهم حوشم يطوف عليهم ولدانك او جعطا بسر حورو عين جعطا يطوف عليهم حورو عين تنو من وبالجري عطفا على جنات النعيم بجريجي عطفا سر وحور عين عطفا بسر جنات النعيم بيو كأنه قال هروكي هالواتي قوتن هم في جنات النعيم أو نادتشنا دي جنات النعيم دنا وفاكهة ولحم وحور دنابا فيكي ودنابا غوشت ودنابا حوريادا أو على أكواب ياجي قوتي بجري عطب سر أكواب نذي لأن الماء لأن معنى معناوي تشكوها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب بلي يعني ينعمون بأكواب ولدان مخلدون يطوفوا بأكواب يعني ينعمون بأكواب قوتين النعمة كرنجي بوان أكوابا بوان مثلا فراغي قوت أوكي وانا قنجي أوي وانا كتننا وبالنصب بجوحورا عينا مثلا بالنصب على ويؤتون حورا هنجي هارو تيو كرن ويؤتون جزاء إتيانيا أهل الجنة تين كرمي يعني أهل كني واجه حورا عينا يعني مفعول أجبوب في لك مقدرة ويؤتون جزاء مفعول له أو جي مفعول له يا أي أن يفعل بهم ذلك كله جزاء بأعمالهم تكرن افتشتها تفجوارا جزاء مكافات عملي وار يعني السبب يتشقى نعمة كلون يا سيدة بني كلون ذلك كله جزاء بأعمالي بني مكافات عملي واني قول دنياي وإيمان وعمل صالح كرنا خذ
بيكتينا حور وعين ولدان انظان بشيكن آراق وشراب وشنا أظن أنك تجب مرة تكرنيج بمكافات عمل واني الدنيا سلاما سلاما إما بدل من قيلا يا سلاما سلاما بدل شبه قيلا يعني قيلا سلاما سلاما بدل جيبه وسلاما بدليل قوله قوشاوة تزاني قو مسد ببدل بسبب آياتها ولا أسمعون فيها لغوا إلا سلاما ودفرد سلاما شوا بدلا دفرد جي لمكي بدلا لا يسمعون إلا ما سمعون لا سلاما لما أجي قيلا سلاما أو قيل واجسيك سلاما السلام عليكم كريم كمل وإما مفعول به لقيلا يا شيخ سلاما مفعول به يا شيخ لنرى بمعنى بمعنى لا يسمعون فيها نابه زند جنته دا إلا أن يقولوا إلا بو ببيجن سلاما سلاما إذا والمعنى معناه أنهم يفشون السلام بينهم بلا تكن سلام نابا هفدا فيسلمون سلام دكن سلاما بعد سلام سلاما كيف بيش سلام لهفدو دكن وقرئ سلام سلام على الحكاية يعني مقو مثلا سر حكايتها حالي ما قو هي سلام 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 ملائكة جوالة دبا وابا وان بخل خوشي الهبدو دبا وابا خوشي وشيد بيقو ياخدش ياخدش بلي واصحاب اليميني ابيقو دفترة عملي وابدس آلي راستي تيدا انجوارا ما اصحاب اليمين او ناكينا خدي تعالى بي في صدر او ناكي دنابا صدري دنا صدر نابي دالك بدريا دبيجن ودريا بي هاتن مخدود هاتنا جيكرين دبي سلطاني كيراز تركي ولو نابي نبيس انا نابي كيراز يا يعني دري بي بهن بنا والا بنا مخم من نادي كي جو ديه كلام كم بي يعني بلي. كيرازن كيراز يعني ازولان يعني شاشيتكي جي جليازانا بلي. يعني دي تركيا ده اوابد بسلطاني كيراز بسلطاني كيراز ما بقى تا بتشي وخش من حد كي ما تشي وسان ما دي يعني ما تشتي وان زفن فيكي ولا هنا قوم هي نادي تنا مساع نكرنا سيدا عني وشاي خبرت يعني وقتشتا جاركي اجي جاركي مش يعني مش يخاريه بلي بلي في صدر المخدود دنابا بيتارا قب دريه ودريه هاتنا شكرن أب أصحاب اليمين وطلح منضود ودنابا بيتارا كوسا قب مثلا هنجيب وثلاف الشيبونة تار بنضا كرنا هنجيبها بنها بسرها بشيبونة وظل ممدود وسيكا دريش قب خلاص نابي بنيس يدنا وماء مسكوب وآبكا قب دهركي أب آبا هاجي ناجكي وفاكهة كثيرة وفاكية كي زحف فر لا مقطوعة مسكوب قنايب بريد خلاص نابي وكو فاكية مي دنياي مسكوب بمعنى شيء مسكوب بمعنى آبا كود حركة يعني جنة يا آبا كود حركة يا آبا كود رجوصة وكاد شرانك نينة شرانك وكاد شرانك يعني كود هاري أبي آبا نكاب ترى ترجع وكي موسيقى يعني قنالة مينية ها بي قنالة أما تتشيب كل دفتتي في هركي تمام تدي قنال ياقو بلية مسج غيري ويتي ببجيكي دي بناتي مالي بجا قنال جيرا نينا يجري تاري أبانا أو أبيك خد طالع جنتي دا دمال أوان أبا مركو دارا وقعد بي مرتين أكو أبد هركي وفلان دي ودن كي جارة طبيعي أبانا هينك أزولام دبي يعني مسبوبي مسبوبي يجري في غيري أخاديدي يعني درجة أما دو النوالة دو قانالة دو نينة تمام بلي وفاكهة كثيرة ودخدت على واد خينا باب في كيكي زحف فر لا بقطوعة وهيش خلاص نابي نهاية قد كرن وكو في كي دنياي ومثل جارنا خلاص بي هابي نهاية بايزي هاي زبستاني تنيا ولا ممنوعة ونينا قو تستيوى نجه من عواجي جيوري كرين يعني دائما ولاش ميشت بندق هنا
وفرش مرفوعة وهنك دو شكي قولوا بلندن خذيت على جوار الديني إنا أنشأنهن إنشاء خذيت على ما أدري ما تشيكرنا بتشيكرنا كنو أفيدك هاجوارا يعني قحورينا وفجعلهن أبكارا ما قراندنا تمامي وا بس لقيس عربا قوش ظلامي خحستكن أترابا قوش ياشي وانجي وكو هفا وتمامي أهل الجنة أجاب تاني ميريك شنكرا قولا كو بيغمبر قلت لك الجنة دا إيه بير تنن ها بلى اي ولا اي ولا ظلم او مساله اي ولا بس عربا اترابا مثلا هو حجز لامي خدكن واترابا يا شيوان عمري واجب وتمامي وعمري زلام في ذاك جنتي دسي وسي صاله لاصحاب اليمين ابشكر انا اجواء اصحاب اليمين ايجو دفتر عملي وابد راسي تدان ثله من الاولين جماعاتك جباي بيشي جبا امتي برينا وثلث من الآخرين وجماعات أمتا في خنبر عليه الصلاة والسلام جباي باشية مالو دعايتها بردة وثلث من وقريب من الآخرين أو جم مقربين عربون رجاء أرجع أصحاب اليمين أرى جبوه له فقوى جبتي بيا إمام زمك شريف خدا شرازي بي تفسير أبا آيات هذا تفسير كشافي بديجي السدرين السدر شجر النقي يعني دار كب دريه والمقدود بجا مقدود كي الذي لا شوك له او يقول دريه هاتنا برين كانما خدد شوكه هر وكي يقول دريه قد كرنا وعن مجاهد مجاهد قلت يا الموقري الذي تثني اغصانه كثرة حمله اواقو مثلا متشقلي وي هنجي فيكي قرتنا بعرضي ده مثلا برجير قويا يعني داكتيا طويانا تسني طويانا جيتشيا طويانا أبي أقول شقليه طويانا خالد يعني شقنا حملي يعني إنتي قلت له شقله طويانا بس طويانا جيتشتي مثلا من خادا ذا الخو وصنا يعني قدارة شقليه شبيا طويايا إذا تناه وهو رتب وقت يقول طربة فيكي ومثلا زي بيجم تدي مثل الطويل جرانية والطلح جراني مثل فيكي وقت يقول طلبي جرانة وقت يقول شقا تشيد بيس نفقد بيه والطلح الشجر الموزي والطلح الممدودين للكد بيه الطلح الشجر الموزي يعني بس سيدا بس بلي بلي والطلح شجر الموزي دارا موزية وقيل كوتينا ولا هو شجر أمه وعقيلان يعني أبدارا ومغيلاني بأودارا وله نوار كثير الطيب الرائحة وجرى الزحول النوراني الرهنائي جرى هيا وبيناوي زحف نوار تشكيوي يعني شيء يعني زحف تشكا دقري وبيناوي زيدا خشا يعني أخوارن نينة أبدارا ومغيلان فر تشكيوي زيدانا وبيناوي خشا أول يعني دا تشكيوش لي خشياوي أول وعن السدي سدي قوتي قوتي شجر يشبه طلح الدنيا قوتي نولا دارك تشبه باموزي دنياي ولكن له ثمر أحلى من العسل جدا في كيكي ورو هيا قوج هنقف دها شيرين ترى وعن علي رضي الله عنه تلفوني بقرن كي الواد قال بقرن ردك مالي طيب ما هل كوستي قرارت كلو ردك من يقول لك مالي سيدا نلفا مبو حتى شو بيبا مالي بلي قلت يا ولكن له سمر أحلى من العسل تشبه دارا موزي دنياي لفيكي كي يقولوا دها شيرين تجرون كل شيء لها فيكي يقولوا قشا وعن علي رضي الله عنه أنه قرأ وطالعين نبحي خندية بعيني خندية وما شأن الطلحي إن أخذ درما طلحيتش يا وقرأ قوله أبا هاي خنديق ومثل بعد فردة بعينيها تيا لها طلع نضيج أبا مثل أقول بعد فردة طلع جي فاتيا فقيل له ذبهات أقول ترجع حزتي علي را أو تحولها قالوا القرآن حاشا دقشت أو تحولها ما قالوا القرآن آياتي دقشت
فقال أي القرآن لا تهاج اليوم؟ أي القرآن؟ القرآن قبل ورابي أي القرآن؟ بلي أي القرآن لا تهاج اليوم؟ اليوم يعني كيزان قرآن قيلو لا يدقش كده آيو آيات القرآن سيدا آيو جمع آيات يلو آيات القرآن ناي ندقش كده ولا تحولوا ولا تحولوا وجيوان مثل ناي دقش كده جيوان نقرأ يعني وعلي بن عباس نحبه بل ابن عباس يا عيني وكو حزتي علي وطال عنجي خونديا وأفقو تنقوتيا والممدود يعني طلح ممدود يعني الذي نضد بالحمل من اسفل الى اعلاه الى اعلاه او بوج بنيوي حتى سريبي ولو هفدو داغرتيا وسرهبو بنها بتشيبيا فليس له ساق سيدنا عندنا هناك غولاريك يا جماعه غولاريك ده هي ناي خدش لازم سيما لو يسي بيجي تاتشكي بو الشريحه حتى جبني جيدا حتى جورتها تجاب قلتنا عليه مش مصاب تمام فليست له ساق بارزه يعني او دارا وناك خياناك ايش قلتنا فيك يعني كي باوي كنا يعني شريحه طب بل عزيز دي مكتب زبزيه كيف جاء تفلو فيك يا قدار خياناك وظل مثلا حتى قد جيت تقوليها او شاء او كوكا بيا حتى تشقلي اخو هنا كي تشقلي تنتين حتى بر عدد وظل ممدود وسيكا يعني مبتدد منبسط لا يتخلص سيكا قدريجا وفرهد بي ونايك يمكن لا يتخلص جهب ناقت جهب ناقت يعني كظل ما بين طلوع الفجر وكو سيا نقبنا وقتها فجر دفدي وطلوع الشمس وقتها ورودت كبي شو يعني؟ يعني مثلا وقت يقو فجر دفدي هي نسية هنكاية وطلوع الشمس وقت يروج شيء آبا مثلا إيباري جديد سدبيتش وطلوع الشمس دركتنا روج السنة دركتنا طلوع الفجر كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع يعني الشمس يعني في الشباك بدا حتى رو دركتني وقت يقول فجر دبا حتى رو دركتني أرايضا صاد جسية روج موش تشكي تدين روجي تنال ودري يعني أولا شو هين كاية بدي يعني فجر تدين روجي تنال بجل ويدي جيت داي مولو هين كاية هين كاية سية هي وسية سية روج تنال دبي روج جنتي ذا تنا مكوب يعني يسكب لهم أين شاءوا يعني تي آنين جوارا أو آب شلو بخازن وكيف شاءوا شاو ماء مسكوب يسكب لهم جوارا تير جاندن أين شاءوا كده اللي بخازن بدل جواب نور تير لا يتعنون فيه هج زحمتيه إذا نابين وقيل دائم الجلية لا ينقطع يعني دائم دهركي هيج قط ناري وقيل مصبوب يجري على الأرض في غير أخدود قيل لك قلت نا ولا أواقو دهركي سر عردي بي مزر قنال يعني قنالي ويتننا كان يحتاجي تشيبو أو أفتي لا مقطوعة يعني هي دائمة لا تنقطع في بعض الأوقات كفواكه الدنيا يعني أو في كيغو دائمة نائب قدكرن وكو دائمية لا تنقطع في بعض الأوقات هنك وقت هذا وكو في كي دنيا هو مثلا بايزي هيا زفستاني خلاص ولا ممنوعة لا تمنع عن متناولها بوجه قو نائب منع كرنج كيشتناوي في كي بتوجه يعني دائما متناول ايك دسي خدريش كي كي يعني دسي بيش كي بخوا كشكي كشكي جي نائب بلد دو اولاش ما ويدا نايما نعكرن ولا يختر عليها كما يختر على بساتين الدنيا يحذروا ولا يحذر عليها نايم منع كرن لسلبي فيكيها كما يحذر على بساتين الدنيا بيشاو بخشي دنياي مثلا خديه وينا دو رئيسي نوبت كي من عدكي اولو نينن اليوم صنع كي ماسي ترى تشينا
وقرئ فاكهة كثيرة بالرفع جي هات يا خندق على لسر معنا وهناك لويد الجنة هيا فاكهة يعني كقول وحور العينون شاو وحور العينون ده برفعها هات يا خندق فاكهة كثيرة أوجب رفعها هات يا خندق يعني خبر يعني مستد بدون كذا وهناك فاكهة كثيرة يعني خبر تسمع خبر ليش عسل يعني بالرفعي مبتدا وخبري واش حسيق هناك وفرش جمع فراش يعني مثلا هندو شكل يعني فرش جمع فراشيه وقرئ وفرش بالتخفيف مثلا بالتخفيف جهات يقند يعني جزمي مرفوعه ونضدت حتى ارتفعت جهاتيه مثلا ولو داني يعني ولو تشي نضدت يعني مسا مع زميد هردا هاتي ضرباش كريني مسا مع زميد هذا طرح حتى بلد يعني يقولوا شيء كرنا وزح مثلا عيش تي ذكرنا ايش لم تي ذكرنا وحتى بلد يا شيء او مرفوعه على الاسره يعني السروان مثلا كرسي يا السروان قرطغه انا رايك مثلا يقول السروانات اسرت سريره او جمع سريره يعني اوان يطاقه ملي تجيبوا ما وقيل هي النساء قلت هنا ولا الفروش معناه بيركن شما لأن المرأة يكنى عنها بالفراش كناية كي مثلا بزلام مثلا بيرك دو شكا زلامية يعني أو شيء هيا مرفوعة على الأرائك قهتنا بلنكرين للسروان مثلا قلتها لسروان صندليا قال الله تعالى قب في معنيتي قبل خد تعالى في آية هذا مثلا سورة ياسين داد آية بينجو ششادة بهم وأزواجهم في ظلال أو أبيرك خوا دد نبوا سيادنا على الأرائك متكئون ولسروان صندر قوسيا بشتا خوا دانينا ويدل عليه قوله تعالى أبا يتهاجي إن أنشأنهن إنشاء أبج دلالتك مسافروش مانا بيلك جتي وعلى التفسير الأولي لسه تفسيرها بيشي أدمر لهن إنكي تشد لهن جرى مقدر دكا لأن ذكر الفروش مثلا لهن فروش ملي تفسير بيشي جمع فراشيم من لهن فرش من نعم لأن ذكر الفرش وهي المضاجع دل عليهن ومضاجع جيغو إنسان خسر دريشتك دلالة سردك ومسألة بيجك وهي المضاجع دل عليهن بل دلالة سرد لهنتك يعني أو جنك يعني جنك بيدك أنشأنهن إنشاء أنا خذيت على بما تشكرنا ما خلقنا بشكرنا كنو أي ابتدأنا خلقهن ابتداء ما دس بيكرية شكرنا وأنا كدس بيكرنا جديدا يكنو من غير ولادة بمسألة قد مثلا دوغم كرم من زارو جوارا شيء بقل فإما أن يراد اللاتي ابتدي إنشاؤهن أو اللاتي أعيد إنشاؤهن يا ولي قسكرن اللاتي ابتدي إنشاؤهن أو بيلك وهاتي تسبيكرن شيبونا وخلقيتا وانا أبنا إيه جنة تنين الدنيا إنين أبنا بلي ياجي أو اللاتي أعيد إنشاؤهن أبي بو مثلا إنشاؤهن أو أنا الدنيا إنك وطالة وانت بجنة لا وان مثلا زي بيجم دخي قيس وعمري وانا كي تكي هندك نبو يا شيء اختياري وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة رضي الله عنها سألته عن قول الله تعالى في خنبري ما صلى الله عليه وسلم قوتيا دياما أم سلمة رازمنا خدا ليبي فرسية جوي آياتها هناك في خنبري ما إن أنشاؤهن مثلا قوتيا إن أنشأناهن إنشاء إنشاء فقال يا أم سلمة بخمبر ما قويا وسلمة كنا اللواتي أو بيلك قبيدنا في دار الدنيا عجائزة وباختيار الدنيا مننا وشمطا ورمسا
قو مثلا اولو چی بونا جابه وانا کی اولو مش گلی و بسر هبد هاتنا قریش دید چی بیا و رومسن دبی رومس چی یعنی چابه وان دورا چابه وان او که کیفجی کتیا کیفجی مثلا کنیش دم بیجنی نه ولا کیفجی دم بیجنی زندانی چی بیجنی یعنی چابه وان کیفجی کن کشکوین رنگی و نخوش که او شراب بزن یار بودم دین اوانا پیره که اوان خطالا مسلم هم ده اوان خوشکن 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 اشتا اوان پیره که اختیار به دنیا بله و مثلا شمطان یعنی او پیره که و پوراوان سپی بویا یعنی سپی و رشت هبلی ها بویا جعلهن الله بعد الكبر اترابا خود تعالی پیشتی به اختیاری ها وادگرین اترابا يعني وقو هفدو يا شيوان على ميلاد الواحد إسواي لسر بونك بتني وقو هفوني دا و يا شيوان وعمري وان وقو هفا أو بيدك اختيار فدي ولواتشتك كلما آتاهن أزواجهن چق أزلام واتين باوا وجدهن أبكارا وانا كدمين بباهي قيزر فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت قد ما عائشة بهست أف قوتنا هاش بيخنبري ما قالت ووجع چقا إيشان دن زحمة زورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك وجع قول ويدري إيشان دن تنيا يعني إيشان دن إزكا بيكار وش بيكار تتكبي أف دنيا يا دي جنة دا أف إيشان دن أو إيش كي كل بي دنيا هي أو إيش كي دنيا تن من وقالت عجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلك اختيار مش بيخنبري ما صلى الله عليه وسلم قلت ادعو الله أن يدخلني الجنة ودعا بك قو خدي مبخي جنتي ده فقال بيخنبر صلى الله عليه وسلم قو إن الجنة لا تدخلها العجائز ولا جنات إنساني بير إيه اختيار ناكبني ده فولت وهي تبكي بي بلك بشتا خدا بيخنبري ما صلى الله عليه وسلم وقريه وقال عليه الصلاة والسلام في خنبري ما قو جيرت قوت وأخبروها وهرج في بيلك ربيجن أنها ليست يومئذ بعجوزا يعني أف بيلك ويروج من اختيار به يعني ويب جينجي تهر جنته وقرأ مثلا أف آيات يعني عروبا قوية جينج بن عمري واسي وسي صالبي وقريا عربا بالتخفيفي يعني بجزمي جهاتي خندن هنجي يوعدي جمع عروب أو جماعة عروبها وهي المتحببة إلى زوجها حسنة التباعد أواقو حزوي زلامي يعني حز زلامي خدكي أو زلامي بيقو خشكا قو ميري بناكي قو جيحستكي وهي المتحببة إلى زوجها إلى زوجها الحسنة متحببة يعني زلامي بيجي حاسس كا يعني ايه الحسنة تبعه ليش يا سيدان؟ الحسنة إلى زوجها الحسنة تبعه لي يعني أب ميلانتياوي جرى خوشة ميلانتياوي جرى خوشة جنك راج ميلانتيا ميلانتيا جرى خوشة جمالك راج جنانتياوي جناوي جرى خوشة لا بك أي دنيا ما جابوا عاجشين كان بدل عاجشين كنا يعني سيدا الحسنة تبعوني بس فاتت شن إذا إلى زوجها الحسنة تبعوني صفات جاية على غير من يعني ده بس صفات جنك بني وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعد وهي المتحببة إلى زوجها وهي الحسنة التبعد يعني أوكب على التياوي يعني سيدا وصفة بيلك يا يعني بو بيلك حيث زلامي خدكن نعم الحسنة التبعد يعني أوكو يعني جميلي قرى خش حركتك دورا مش تبا أو صار بعد التياوي يعني بعد زلام زلام تياوي ملك جرى خش أو يجرى خوش أو يجرى خوش طم بلى أترابا مستويات في السن يعني يا شيوان وكو هذا يعني بناتي 33 قم مثلا زي بجم يعني قيزك سيوسي صالي
وأزواجهن أيضا كذلك وزلام واجي عين وكوات بن سي وسيسا يعني ساسما سي وسيسا لقوة إنسان يعني تمام أو كان إنسان يوعد الجيو يعني جي عقل جي قوات جي هكشتي سي وسيسا لتي حتى تشلي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين في خمبري ما بيدخل أهل الجنة الجنة دشنا جنة أهل ونا كبنا جنة دا جردا يعني قو مثلا هي جينجل يعني هي سقلا واشي نبويا مردا يعني بيرون ريش ملي وطنة بلي والبر بالغ بونينا يعني كيجي يقولوا مثلا تدي يعد يسبحينا بيدا ومن السلسبينا جعادا قوم مثلا فورا فوريون اوكي جريشكا 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 ليا جريشكا بلي تدي عم بيجن قفرجك هادشي تمام قفرجك تمام تدي قفرجك ومكحلينا وقولوا تعذيوا كلكرينا أبناء ثلاثي وثلاثين قم مثلا زاروكي سي وسيصالنا واللام في لي أصحاب اليمين من صلة أنشأنا وجعلنا أبي أصحاب اليمين جيجي متعلق بأنشأنا وجعلنا بيان أنشأنا ظناتا لأصحاب اليمين ويجعلنا ظناتا لأصحاب اليمين أصحابكم الله غير كثيرا.